التقت الدكتورة منى العوض وزيرة التنمية المحلية مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة العالمين الجديدة. شهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وعلى رأسها التحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 في نوفمبر 2024، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات. كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب، والتي يتم تنفيذها بالمناطق الريفية بالمحافظات. كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.